تتهمنا بالتعلقات مع إيران؟ أقسم بالله، إيران حقيقة أثبتت أنها حقيقة دولة شريفة. إيران ما جبرتنا أن احنا نفتح سفارة هناك ونسكر السفارة، احنا تعاطفنا مع السعودية، مساندة الدول السعودية، وسحبنا سفيرنا من هناك تضامنا مع السعودية. رجعنا للسعودية، رجعنا لإيران اللي شفناه منكم حقيقة. سوف أرد على بعض النقاط التي وردت للأسف الشديد في كلمة مندوب قطر. يقول أن إيران دولة شريفة، والله هذه يعني أضحوكة. إيران التي تتآمر على دول الخليج العربية، إيران التي لها شبكات جاسوسية في الكويت وفي البحرين وفي عدد كبير من الدول، أصبحت دولة شريفة. إيران التي تحرق السفارة السعودية وتحرق عدد كبير من السفارات، دولة شريفة. هذا هو المنهج القطري الذي دابت عليه. الآن تقول أنها تتعاطف مع إيران من أجل المملكة. نحن لا نريد أحد أن يتعاطف معنا من أجل أي شيء. نحن قادرون بحول الله وبقوته أننا نتصدى لكل من يحاول أن يتعرض للمملكة العربية السعودية. فهنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله عما قريب سوف تندمون على ذلك.